نبدأ الانجليزي متاعنا. وفين التي بي متاعنا اللي بعثناها همس؟ شبونس هذا mais non. Ok. Ouais. Ben, je me suis correction de la TP vite fait. Donc, là, je vais vous créer 3 users. User 1, 2, 3. Donc, user add user 1. User 2. User 3. Ah, pardon. سامحني ولا ما فهمتك. Partage. اه البارتاج. اوكي البارتاج البارتاج. دونك هذا سامحش توا. اوكي دونك قلنا يوزر اد يوزر 1 سي تو تافي نورمال جي با لي دووا دونك جي بيزوان دو باسي بار سودو باغي يوزر 2 باغي يوزر 3. اوكي سي بون. بعد قلت لكم سيت دير باسورد 2 1 2 3 4 5 6 دونك سودو باس دبليو دي يوزر 1 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est pareil, mais je t'amène les utilisateurs de l'Ukraine. On va créer 3 groupes. Dev, Ops, HR. La commande est group add. Donc, sudo group add dev. Déjà existe. Donc, Ops. HR. Ok, c'est bon. On va associate all users to the dev group. Donc, je nomme sudo user mode moins A pour append, pour ajouter. J'ai quel groupe dev. Je n'ai pas de je n'ai user 1 déjà. Pareil, user 2. Pareil, user 3. Avec tous les utilisateurs, il appartient au groupe dev. Nous verrons vite fait user 1. Déjà, on a ajouté dev. Pareil, user 2. Pareil, user 3. On est bon. On va traiter comme associate user 1 to ops group. Donc, 9 commandes. Mais cette fois-ci, il y a l'utilisateur user 1 chez le groupe Ops. Ok. Ou pour te comme associate user 3 to HR group. Pareil, il y a 3. Je vais mettre le groupe HR. Ok, juste là, la petite vérification en user 3, les mots qui ont été HR ou dev. Et parfait, HR ou dev. Ok, on va list the content of etc and process it in order to list only files. Ok, donc, je vais lister etc, je vais etc. Ok, je vais le filtre. دونك الاوتبوت نتاع الكوموند هذه مش نعديه الانبوت للكوموند اللي بعدها غادي نخدم بالبايب وجراب نعمل جراب على
أول كاركتير يكون هذا، نو أول كاركتير الشابو تقول له هذا، يرجع لك تقولي في شيء اون داكور. باهي هذا هو الكوريكسيون تاع التي بي تاعنا، سي تري سامبل تري سامبل. جيسبر بيان اللي ما لقيتوش دي ديفيكولتي، فمش حد قال ديفيكولتي ينجم يحط هذه في الشات، خلينا نحاول نفسر. اوكي بيرسون ديرني كيستيون. محمد امين، شنو ما فهمتش بالضبط فيه الديرني كيستيون؟ اوكي هامش نعاود نخدمو الدرنيه كيستيون، جيسبر سيت فوا سي باش يكون واضح. با دي ديفيكولتي مي اسك يليا دوبتيميزاسيون دو كوموند؟ نو نو مريم، بور لانستون هذوك هما. اذا كان باش نخدمو بالجريب هذيك اسهل فاسون. بون محمد امين، مش نعاود نفسر الدرنيه كيستيون، اذا كان مازال فما حاجه امبيغو قولي عليها. اوكي دونك لهنا خلينا نكبر لكم الميكرو باش تكون واضحه اكثر. دونك لهنا مش نعمل الليستينغ نتاع الدوسي نتاعي او تي سي باش نشوف شنو فيه. هذه هي الكوموند، اوني بيان داكور فيها. باهي تو في كوموند هذيك عطاتني الليستينغ، كيف ما قلت لكم اخر مره، باش تعرف هذه في شي ولا دايركتوري تجي تشوف اول فاريابل لهنا، اول كاركتير لهنا. اذا كان قيد تيري هذه يقصد لك بها سيتان في شي، اذا كان قيد دي يقصد لك بها دايركتوري. انا داكور بي توا كيف ما قرينا امس لي غريب، ديجا كي نحط البايب سافو دير الاوتبوت نتاع الكوموند هذه، تاع الكوموند هذه اللي هي هذه اللي قاطره فيها هذا الكل في الاكرون، مش تعديه مش تعمل له فلتر، تقول له جريب. اي شنو مش نلوج، مش نلوجو بار اكزومبل اللي يبداو بالتيري هكا، خاطر انا حشتي اون فيت حشتي بهذوم. هاتو نجربو نخدمو هكا، قلت له بالتيري يمشي رجع لك كل ما هو تيري هانم كلهم بالروجة. دونك ميم حتى لي دايركتوري رجعهم لي اون فيت، يعني حشتي نرجع اللي بالتيري مي اكسبسيونيلمون سولمون اللي يبداو بالتيري. كي تحب تقول حاجة معناها تبدأ بالكاركتير هذاك في أول ليني، فما كاركتير سبيسيال اللي هو هذا الشابو، تقول له شابو تيغي مش يرجع لك كان لليني اللي يبدأ بالتيغي هذيك. شفت توا هانا مرجع لي كان اللي يبدأ بالتيغي في أول ليني متاعي. جيسبر الشيء واضح سيت فواسي. بون تراح نشوف شنو كتب لنا محمد. بون سيدي خلينا نبداو في الكور نتاع اليوم. دونك جوست ريكاب للامس، امس عملنا قلت لكم حتى بالجريب نجمو نعملو النيجاسيون. دونك في الاكزامبل هذا كي عملت الفازة هذه، دونك مش نرجع تو لي ليني كي كومونس باغ ان تيغي، نجم تعدي موان في. الموان في هي الانفيرت، هي الريفيرت نتاع نتاع الريزولتا نتاعي. كان لاحظتوا لهنا او ديبي هذه مش ترجع لي تو لي ليني كي كومونس باغ تيغي، كان نعمل هيك نزيدها لوبسيون موان في مش تولي تاخذ لك العكس نتاع هذيك تو لي ليني كي كومونس با باغ ان تيغي. فوي كلهم طلعوا بالدي تو سيت فوا سي، هانو حتى ال ظهرت، هذوما سي سون دي ليان. دونك كي تبدا تحب تلاوج بال معناها كل شيء سوف هذاك لازم تعدي بارامتر موان في. اوني داكور يا جماعه؟ باهي اسيديك اليوم مش نقراو كيفاش ننستاليو لي باكيج. لي باكيج في لينكس ils sont très proches que vous mettez installé ou les programmes Windows avec quelques spécificités firmes.
أول شيء اللي أغلبيتهم تصبوهم فيا لين كوموند، وثاني شيء فما نوسيون تاع ديبوندونس، فما بامال دو ديبوندونس بور شاك باكي. هم شنو نوريكم لوتي اللي نستعملوها بالنسبة للوبونتو، بالنسبة للديستريبيسيون دي بيان ديجا ان فيت نامبورت كيل فليفر. بعد مش نستعملو ديما الابيتي جيت، هذا نسميوه الباكيج مانجر، هذا هو اللي نستعملوه باش نصب باكيج على السيستم نتاعي. ديجا هذه هو الباكيج مانجر، بعد مش تعدي له بارامتر على خاطر ينجم ياخذ برشا بارامتر، عنده انستال كيف ما ينجم ياخذ ابديت، كيف ما ينجم ياخذ ان انستال، كيف ما ينجم ياخذ بيرج. بون عندنا برشا حاجات، احنا مش نمشيو بور لانستون جوست بالانستال دو زيت. ومن بعد لهنا مش تحط له الباكيج اللي حاجتك بيه. بار اكزامبل هاني مش نصب بني الكيت، كيت هذا سيت ان اديتور دو تكست كيف النوت باد، وتنزل على لونتخي. مش اذا كان طلع لك هذه بيرميشن دينايد سي تو تافي نورمال، بيرميشن دينايد على خاطر مانيش تنستالي حاجة لازمك دي بريفيليج دادمينستراسيون، دونك نجمو نتعداو بنفس الكوموند اللي هي سودو. توا مش هو اون فات شنو مش عمل، كان لاحظتو هذه هي الفراز اللي ناخذو بالنا منها بارشا، اني يعني قلت له اسمع انستالي لي الكيت كهو. هو شنو مش يمشي يعمل؟ مشي انستالي كيت 5 داتا، كيت تكست اديتور داتا، كي تكست اديتور كي بارت اي انسي دي سويت. هذوما كلهم سي سون دي باكي، معناها داخلين في الديبوندونس نتاع الباكيج هذا. كي مش نستعمل ابي تي جيت انستال كيت، هو مش انستاليهم الكل دو فاسون اوتوماتيك. الابي تي جيت هذه مش تعرف لاربوريسونس شنو ما لي باكي اللي لازمين باش الباكيج نتاعنا يخدم سافا لاباس عليه. دونك لهنا مش يقول لك راني مش نصب مش نستعمل encore une fois 44.8 ميجا من ديسك سبيس نتاعك. ولهنا يسألك سؤال جونتيمون، مش كيف الويندوز ديريكت ينستالي يعطيك كف ويبدا ينستالي. لهنا يقول لك do you want to continue yes or no، كان تقول no بيان ايفيدامون مش يقص، انا قال لك abort. باغ كونتر كان مش تعطيه الياس مش يبدا يخدم في الخدمة نتاعك، هاو مش يبدا ينستالي في لي باكيج الكل. هذه كان شفتو هالليني هذا مش يزيد مان بيج متاع كيت. ايه لا اوني بون، عنا الكيت ما مصبوب. تاو الكيت كان نمشيلو هنا نكتب كيت اهو يطلعو الاديتور دو تكست، نخدم فيها عادي على الاخر. بون لهنا مش نسجل دي فيشي، مي سي با البيوت دو جو بور لانستون. دونك لهنا هانكم شفتو كيفاش نعملو لانستاليسيون تاع باكي. تاو نحب اني نحيه، عنا ريموف، ربي ظاهر لي ريموف. اوكي دونك سيت فواسي نفس الشيء، كان تلاحظوا في الليني هذا اكلي باكي اكلا صبيناهم الكل افيك لو كيت دو فاسون اوتوماتيك. كي باش تعملو ريموف نفس الشيء زادا باش ينحيه كلهم، باش ينحيه. دونك لهنا مش تقولو يس، اوكي مادام مراجع لي البرومبت نتاعي دونك سي بون تمام. تو كان نمشي لهنا ونلاوش على اللوجيستيل نتاعي الكيت لي انا بلو. تو خلينا نعملو حاجة أخرى، احنا نمشي سور مون نافيغاتور مش نهبط هالباكيج هذيك في حد ذاتها ونجرب نانستاليها ديريكت. دونك كيت
Debian package. ها هو دونك لهنا قيتها، لازمك لهنا تشوف شنو الفيرسيون تاعك انت. في هذي اوكي، دونك ناخذ هذي اخر واحدة بالكل. دونك الكيت فيني 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 اوكي فوالا. دونك انا مش ناخذها الاركيتكتور نتاع البي سي نتاعي 64 بيت. دونك تنزل على ام دي اوكي، مشي هبط لك هذا من الكل، تقول له يا سيدي هبط لي اوكي هاي نهبطه من هذا، هاو هبط هاي الفيشي اسمها كيت، الفيرسيون نتاعها، الاركيتكتور نتاعها و الاكستنسيون. احنا نخدمو في الاوبونتو كيف ما قلت لكم، هما ils font partie de la famille Debian. دونك on va télécharger un fichier .deb. Ok, donc le fichier fin hapted, je pense. Ah bah là, j'ai le fait download. Bon, là, je ne sais pas si j'ai le download ou le dossier interne, mais on va le faire via la ligne de commande. Donc, le fichier fin موجود بالضبط في le home directory interne, اللي هو download. Ok. ls-l grep kate هو هي الفيشي نتاعي هذي. باش نقولو اسمع موف الفيشي هذي، اطلع لي دايركتري وامشي للدوكيمنت وامشي للينكس تريننج اوكي. وبعد تا باش نقولو سي دي الشما هذا فين عملت كوبي نتاع الفيشي نتاعي، كنعمل ال اوكي عندي الفيشي نتاعي. ديجا كي نستعمل اوكي بور لانستاليسيون دان باكي، اذا كان مش تستعملها معناها بالابي تي جيت، راهو مش تليشارجيها لك من الانترنت، مش انستاليها لك على البي سي نتاعك. باغ كونتر اذا كان عندك الباكي حاضرة باش نستعملو كوموند اخرى اسمها دي بي كي جي. اوكي دي بي كي جي مش تعدي لها الاي، تقصد بها انستال بورتو دي بي كي جي موا انستال اي، تنستالي شنو تحب باش تقولو الكيت. دونك سيت فوا سي وز الي فواغ كيس كيل دون. سي ديجا هادي اول شيء لازمني نعملها بالبريفيليج نتاع السودو. ديجا هو هذا اهم ليني نتاعنا، قالك dependency problem prevent configuration kate. Kate depends on libkit 224 ولازم الفيرسيون اكبر ولا اقل، اكبر او ايجال من 024. however الباكيج هذا is not installed، ماهوش موجود على السيستم تاعنا، دونك ديكو ماهوش مش ينجم ينستاليه، على خاطر الباكي هذا الكيت تاعنا عنده arborescence طويله بالكل. وش بو غارونتي اوسي ميم حتى كان مش تجي تنستالي هذا، هذا مش يطلع عنده اربوريسونس لوي ميم، وبوتيتر في الاربوريسونس نتاعو ال ميم عندها اربوريسونس اخرى. دونك الدي بي كي جي هذه نستعملوها سون مون كي يبدا عندك لي بار اكزومبل ما عندكش كونيكتيفيتي انترنت، دونك لازمك تهبط لي باكي اللي تحب تنستاليه انسي تو لي ديبوندونس نتاعو. سينو اذا كان كونكتي على الانترنت تستعمل ابي تي جيت اي باستا. اوكي باهي. عندي توقعش منها بالنسبه للانستاليسيون، هكا هكا تصير الحكايه. خلينا نرجع ننستاليه مره اخرى الكيت. باهي كونسيرنون هالسودو هذيا، عندي قلش من نهار نستعمل، فما دي كوموند نستعملهم بالسودو، فما دي كوموند ما نستعملهمش بالسودو. بور لا سامبل ريزون، اذا كان فما دي كوموند يستحقوا معناها ادمينستراسيون دي دروا دادمينستراسيون،
لازم يكون utilisateur privilégié. Pour l'instant, لازم يكون عندك أي ماشين ديجا وقت اللي تصنعها يكون عندك utilisateur root. الروت هذا كيف مش تطلع له عندك تمشي هكا sudo su جست باش تعمل سويتش للutilisateur هذا يمتعنا لهنا. بون لهنا ما طلبنيش في المكباس خاطر بكري حطيت المكباس إذا كانت تذكروا لهنا ديجا هانكم شفتوها لهنا جو دوفيان بلو لوتيزاتور عبدو باغ كونتخ جو دوفيان لوتيزاتور روت. وديجا كان لاحظتو كيفاش تعرف اللي انت روت ولا عبدو سي سامبل. اول حاجة ثبت في الترمين في اخر هذه اخر الشهر متاعك اذا كان الدولار راك اتيليزاتور نورمال اذا كان قيت الدياز راك اتيليزاتور روت. وبيان ايفيدامون تنجم تثبت بالاي دي باش يقول لك راك انت الروت ولا مش تقول له هو ام اي باش يقول لك انت يا سيدي راك الروت. ديجا كان شفتو هذه الاي دي هذا اليوتيليزاتور اتر سبيسيال اللي هو روت عنده اليو اي دي بتاعو زيرو. باغ كونتخ كان باش نشوف الاي دي عنده جو بونس 1001 ولا حاجة كيما هكا. وي فوالا 1001 دونك هذا سي الروت ما عندوش دي ريستريكسيون ينجم يعمل اي شيء. توا سيت فواسي مش نمشي نفسخ هاك الباكيج كيت اللي انستاليتو كيت ريموف كيت حتى تشوفوا المره هذه مش مش عاطيني حتى مساجة. دونك لهنا ديريكت يقول لك يس اور نو هذه بون يطلع لي بالفرنسي وي او نو مش تقول له اوكي وي اون داكور. بالنسبه للروت ما فماش دي ليميتاسيون كل شيء مباح بالنسبه له هو. حتى كنت تذكروا في تي بي نتاع لامس قلت لكم اس اي دي دي تي لو فيشي او تي سي هوست هنا توا ديجا اخر مره قلت لها نحلها بالجزائر عبدو لهنا تلقاها افيشي ريد اونلي لنا نو ولا عندي البوسيبيليتي باش نكتب كوك سو سوا. بون لهنا ديما في لي فيشي هذوما فيت اتونسيون اي فيشي موجوده في لو تي سي راهم سون دي فيشي دو كونفيغوراسيون دونك ما لازمكش تلعب بيه. ديجا كنحط دياز من الاول سيت ان كومونتير دونك مش مش ياخد حد شيء. This is a command. L'échappe 2.x نسجل ونخرج. دونك بالروت نجم نعمل كل شيء. utilisateur normal ما ينجمش يعمل كل شيء ديما الي ريستران في البريمتر نتاعو. دونك الutilisateur كيف لهنا كان مش نرجع الutilisateur هذا يا عبدو ينجم يعمل كل شيء في الهوم دايركتوري نتاعو. ينجم فما دي فيشي بارتاجي اونتر تو الموند كيف كيف تي ام بي بار اكزومبل ينجم يكتب فيه زيد. بار كونتر الutilisateur عبدو ما ينجمش يمس اي فيشي في الاو تي سي ما ينجمش يمس دي فيشي في الفار ما ينجمش يمس دي فيشي في اليوزر. باغ كونتر الروت ينجم يعمل كل شيء. اوكي بي كيف ما قلت لكم امس عندنا الكوموند سي دي هذه مش تهزني للهوم دايركتوري نتاع لوتيزاتور اون كور. دونك مش نعمل سي دي يهزني ديريكت للبلاصه هذه كان نعمل PWD يعني في الموجود بالضبط هو الروت عنده هوم بارتيكولي ماهوش في السلاش هوم. الروت الهوم متاعه في السلاش روت هيك. ديجا كان نمشيو للسي دي سلاش روت بون اني فيها ديجا نعمل لهنا على الكاسكيليا فما كل شيء. اوكي باهي هذوما استنى بربي خليوني نشوف شنية فما بارتي اخرى على اساس فما رمارك خديتها امس. لحظة بركة لحظة بركة
Oui. Ok. هذيك هي. باهي. هذا بعد ما شفنا هذوما الاثنين توا مش نتعداو. راني يا جماعة تو لون الفورماسيون بتاعي قاعد نخدم على البي سي بتاعي، الماشين فيزيك بتاعي. بار كونتر احنا راهو ديما عندنا ماشين فيرتويال، هذه هاوني حاضرة باش. هذه جو بونس او اس بوكسز دوت اورغ. اوكي هذا من كل خدمناهم سوا، دونك هذه نخليوها كوتي. هنا نمشي نجيوها توا مع لينكس ماجوريتيرمون، كي مش تبدا تخدم في بروفيسيونيلمون ماك، مش تبدا تخدم على سيرفر قدامك انت، معناها فيزيكمون الاغلبيه مش تلقاه. انت تبدا في تونس والسيرفر يبدا موجود في ليزيتازوني ولا في فرنسا ولا في اي بلاد اخرى، دونك فيزيكمون الي تري لوان تشي فو. كيفاش مش تكونكتي على هذاك؟ مش تعمل لي كوموند هذو. فما عندنا الكونيكسيون ا ديستانس تصير بان بروتوكول اسمه اس اس اتش. الاس اس اتش هذا كيفاش يصير بالضبط؟ هيك الفورما نتاعو اس اس اتش. ليوتيليزاتور على السيرفر ديستون، يعني نحب سبوزون ليوتيليزاتور، هاتو نكتبوها هيك لهنا الفورما نتاعها ليوتيليزاتور ديستون. At adresse IP. هذه هي الفورمة نتاعنا. بقينا تو في اليوزاتور ديستون متفاهمين، بوتيتر على السيرفر هذا البعيد اللي موجود في ليزيتازوني، بوتيتر مش عارف يبدا مع موجود عليه اليوزاتور اسمه أليكس ولا باتريك. دونك مش نحط اس اس هاش باتريك اغوباز ومن بعد الادريس اي بي. شنو هي الادريس اي بي هذه؟ اذا كان ما عندكمش دي كونيسونس بازيك في الريزو هاتوا نفسر لكم الادريس اي بي هذه كيف مش نقول لكم كيف. كل واحد عنده نيميرو نتاع بيس ديدونتيتي بطاقة التعريف نتاعو، ما تنجمش تلقى زوز عندهم نفس النومرو هذاك، سينو مش يصير كونفلي. L'adresse IP هذه مش تكون unique pour chaque serveur partout au monde. Donc, أني كيف مش نعرف l'adresse IP متاعي قداش؟ في لينكس عندنا command اللي هي ifconfig. ifconfig تشوف روحك أني تا كونكتي على الواي فاي متاعي. Donc, هذه هي l'adresse IP متاعي. أوكي؟ هذه هي l'adresse IP متاع الماشين متاعي. ما اني نحبش ندخل على الماشين نتاعي، نحب ندخل على الماشين هذه نكونكت على الماشين هذه. سيبوزون الماشين هذه موجوده في ليزيتازوني، دونك نفس الشيء. اتو نحل هنا ونخدم if config. اوكي بون سا تومب بيان. لهنا قال لك if config not found but can be installed with الكوموند هذه، اعطاها لك حاضره باش. اتو نستاليوها osboxes.org. باهي خلينا نستناو هذا حتى يكمل الانستالاسيون نتاعو. خلينا نشوف متبلانتي في هذي، عندي كونكتيفيتي انترنت في سي بون، فما الكونكتيفيتي. كان لاحظت هذه الكوموند هذه البينج juste un test ibe est-ce que je peux connecter sur internet ou pas. Donc trop ping ou n'importe quel site hein. Même Facebook par exemple.
دونك هنا سي بون قالك مريقلي. اوكي سي بون هذا يكمل الكونيكسيون تاعو. دونك توا نرجع للكوموند تاعي مره اخرى كيف كونفيغ على الماشين هذه. اخزر لو هذه لوب باك اون سون فو منها خاطر هذه ديما اللوكال هوست وعندها ادريس اي بي هذه بارتو عند تو لي ماشين ديما الادريس اللوكال هوست هي 127.0.0.1. احنا سي سكي نوز انتريس بور لانستون اللي هي هذه. دونك الادريس اي بي نتاع السيرفر هذا هو 192.168.1.74. دونك تو نحب نكونكتي على الشيء هذايا. شنو عنده ديجا لوتيزاتور؟ اني نعرف لوتيزاتور او اس بوكسز هذا لوتيزاتور وصون ادريس اي بي السيرفر هذايا هي هذه. باش نكونكت عليه كيف ما قلت لكم بالضبط نحطوا هذه جوست اكوتي لنا وهذه تنصغرها شوية. دونك كيفاش قلنا احنا الكونيكسيون تصير هيك نحطها قدامنا لهنا نحط هيك دياز مش تتحسب كانها كومونتير ماهيش كوموند. دونك نحط اس هاش ليتيزاتور متاعي في ال سيرفر ديستون اللي هو او اس بوكسز. دونك او اس بوكسز ات سون ادريس اي بي اللي هي 192.168.1.74. اوكي لهنا اذا كان قال لك كونكشن ريفيوزد سي توت افي نورمال على خاطر فما عندنا بروغرام كي اسيغ لا كونكسيون اس اس هاش من لي دو كوتي. لهنا لازمنا ننستاليو فما حاجة سي سكون ابل سودو ديجا apt get install open ssh server. لازمني سيرفر ssh كي تورن سوغ سيت ماشين لا. اوكي يس هذه مشيخ نبخل نتو الكل هنا مش نعمل فيريفيكاسيون اسكو السيرفيس قاعد يخدم ولا لا. اوكي il est active and running très bien. دونك نرجع للكوموند نتاعي باش نشوف الادريس اي بي je suis toujours bon. Et cette fois-ci, je vais refaire, réexécuter la même commande. Mais cette fois-ci, ça va fonctionner. Ok. Headom déjà, il va associer un fingerprint pour cette machine. Headom sera fixe tout le temps. On va demander au collègue, are you sure you want to continue connecting? Donc, je dis yes ou non. Bon, pour nous, on aime connecter. Donc, pour yes. لهنا يطلع لك ديريكت الميساج خاطر ما تنجمش تكونكتي لهنا سون اتر اوثنتيفي. دونك لازمك تحط مش نحط نامبورت كال مود باس ماهوش مش يقبلها. بليز تراي اجين يخليك ترو فوا تجربها. كان عملت ترو فوا غلط يخرجك كومبليتمون لازم تعاود مره اخرى. هذه 3 جو بونس هذه خرجت فوالا قالك بيرميشن دينايد. هاني مش نعاود مي سيت فواسي مش نحط لو بون مود باس osboxes.org. اوكي تو هذا التيرمينال نتاع الماشين نتاعي مي جو سوي كونكتي اون طونك كوا اون طونك يوتيزاتور osboxes على الماشين osboxes ديجا اكزاكتومون كوم سوسي. جوست باش تعرفوا زادا اللي اني يعني جو سوي بيان كونكتي لاتسو نجم زادا تعمل الايف كونفيغ. او هي طلع حالك اني يا سيدي كونكتي على الماشين متاعي. وهذه كيفاش تصير الكونكسيون ا ديستونس ما بين لي سيرفر. تاو هذه بوتيتر انتوما مش تلقاوها كوميم اونكور ان بو فلو على خاطر لي دو ماشين موجودين على الماشين نتاعي فيزيك. مي باغ كونتر
تيرمينال هذا نتاع الماشين فيزيك، مي هذه الماشين فيرتويال. بور سامبليفي لي شوز انكور اون فوا، هاني مش نصنع سيرفر على الكلاود، سيرفر مش نحطه في طوكيو باغ اكزومبل. كونسول السيرفر هذا موجود في نورث فيرجينيا في لي زيتازوني. اوكي اتون نشوفو كيفاش كونكتيو عليه. Initialisation. Ok, le temps de running. Donc, cliquez ali, hashtag l'adresse IP. Heli. Heli, je suis connecté à serveur. Heli, c'est la même chose. Khalil, hal, marochra. Donc, on a fait une commande de sir. SSH. L'utilisateur distant, elle n'a pas le serveur, elle a un utilisateur, il s'appelle EC2User. At son adresse IP. Son adresse IP, elle a un public IPv4 address. Donc, tu as une copie. Paste. Bon, cette fois-ci, ça ne va pas fonctionner. Donc, là, elle a bad owner or permission. Tu as un chien. Ash en a fait. احنا اللي حشتنا باش نكونكتي على السيرفر هذايا، هذا سي ان بو بارتيكولي كار يل يوتيليز ان كلي بوبليك، لازم نعديه الكلي بوبليك، مي هذه هي ليدي اللي حبيت نوصلها لكم. تنجم تكونكتي على سيرفر ميم من غير ما يكون موجود عندك انت بارتو او موند، اي بلاصه في العالم تنجم تكونكت عليه. هذا بربي خليني جوست موان اي تا 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 ولا downloads mv key EC2 bad permission. Je pense qu'il y a des badalites à la mérite. Bon, les amis, ça l'a. Allez, pas de soucis. D'ailleurs, on s'en sacre au bichement. On croit que j'en ai la suite. باهي نرجو لخدمتنا في هذوما جوسكا ماتنو. فماش بوسي فماش ديفيكولتي، فماش حاجة اونكور فلو. هذا اللي سسهاش راهو سي تخي 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 امبورتون لي تفهموه، على خاطر من غيره هو اذا كان ما تنجمش تكونكتي على سيرفر راك تي مور ديل ديبو. فماش حاجة ok tant mieux pour vous et la canne fermée col chai des connexions halina nam de tole manip m'tana col à la serveur haday halim chou le documents par exemple. Allez, qu'est ce qu'on a? Allez, on va créer mkdir training cd training. Ok, maintenant il y a quelque chose. Je vais faire touch file 1, file 2, and file 3. Ok,
عندي تو ترافي شي متاعي مش نحب نحط كونتوني في كل فيشي كيف ما عملنا اخر مره نجمو نمشيو في اي ندخلو فايل 1 بار اكزامبل اي بور انسيري اوكي دونك سالو دو بوان اكس نانو بور فايل 2 hello everyone ctrl x yes ok بالنسبة لفايل 3 allez allez مش نكتب فيها peu importe celle-là فايل 3 this is a test for file 3 exit yes ok donc عندنا كوموند جديدة اليوم مش نتعلموها ان شاء الله اللي هي voir le contenu d'un fichier من غير ما تحلها en mode édition من غير ما تحلها بالإديتور دو تكست نتاعها quel que soit VI ولا نانو اللي هي كوموند اسمها cat cat وتعدي لها النون دو فيشي par exemple cat file 1 هنا قالت فايل 1 فيها seulement كلمة سالو نحلو فايل 2 pareil نحلو par exemple حتى الفيشي etc hosts عندك حاعطاك الكونتوني نتاعك الكل اوكي هذه الكات نستعملوها وقت نحب نليستي سولمون الكونتوني ما نحبش نعمل اديسيون عليه لحد شيء جست نحب نشوف شنو فيها الفيشي هذيك اوكي كنترول ال باش نفسخ السكرين نتاعي وتوا مش نقراو الريديريكسيون توا سيدي كشنو هي الريديريكسيون كانت تذكروا احنا الكوموند نتاعنا هذه الال مش تعطيني الليسته هذه نجم اني نقول له اسمع الال ومش نعدي لها جريب اطون لهنا خلينا نصنع دو دايركتوري كدير 1 دير 2 اوكي الال هذه اعطتني دي دايركتوري ودي فيشي انا نحب نصنع نفلتري سولمو لي فيشي اون اي بيان داكور مي سيت فوا سي ديما مش تقعد لي ريزولتا على ليكرون ما هي سوف غاردي كيلكو بار انا نحب توا ريت ريزولتا هذه الكل نحب نسجلها في ان فيشي نجم تو سامبلومون نجم نصنع هذه هكا سيليكسيوني الكل ومن بعد نحل الفيشي ونسجل مي سي pas toujours pratique. Femme un moyen beaucoup beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Les here, c'est ce qu'on appelle les redirections. Najam hadi, neuf cette commande avec un khaleha, on bad bil supérieur avec supérieur, on starti nom du fichier par exemple text files. OK? Là hna mouch mish yraj3 lna hatta chay. Alish على خاطر الاوتبوت نتاع الكوموند هذه اللي هي ترجع لهذا الكل عمل لها ريديريكسيون فير لو فيشي كي سابيل تكست فايلز ديجا لهنا كان نعمل الال اونكور اون فوا سيت فوا سي عندي فيشي كي سابيل تكست فايلز كان نشوف شنو الكونتوني نتاعها سي ايدونتيك للريزولتا الاخرى اوكي بي هذا يا سيدك اتوني خي اوكي نجم زاد بخلاف الكات نجم نعمل ايكو الكوموند ايكو هي اسمها على جسمي اذا كان خدمتو اي لونجاج دو بروغراماسيون دونك تعرفوا الايكو شنو تعمل ايكو تعطيها ميساج تفيشيه لك على الاكران بار اكزومبل ايكو هلاو مش هي فيشي لي هلاو ايكو سالو باغي ميم حتى كان مش تعدي سالو كومون تالي فو يخدمها لك كامله اوكي دونك هذه النجمة اني شفتوا هذيك اخر واحدة نجم نعمل لها هكا ريديريكسيون فيغ لو فيشي بونجور
point txt. تاو كان نعمل الكات نحب نشوف شنو فما في بونجور txt. باش تلقاها هذيك هي المساج نتاعي. توا مش نبدلها. ما عادش نحب هذه سالو. باش نقول مثلا باللونجلي مش نحطها ار اي. وتخلي هذيك تو كان حسب رايكم ممكن مش نعمل كات بونجور شنو مش نلقى فيها جوست ما تكتبوليش الفراز كامله مش نلقى فيها الفراز باللونجلي ولا بالفرنسي ولا لي دو بون فما حتى حد جاوب يا اخي قاعدين تسمعوا فيا ولا ابيتان ما تقوليش قاعد نحكي وحدي من بكري ايش مع بربي كان اه اوكي سي بون سي بون الحمد لله مانيش قاعد نحكي وحدي يوم و بح سامحني شنو قلت جاوبنيك اه اوكي بون مي لا اني تلقاها ما اه اوكي دي فيلمون اوكي مش نلقاه باللونجلي اي وي سيت فوا سي مش نلقاه باللونجلي علاش على خاطر الريديريكسيون هذه إذا كان فما كونتوني في فيشي إل فا ليكرازي وتحط الكونتوني جديد متفاهمين في البوان هذي باغ كونتخ فما عنا ريديريكسيون أخرى اللي هي هكا باغ إكزومبل إيكو سالو مي سيت فوا سي أفيك دو سيني سوبيريور أو إيكال هذي مش تقول له هلاو بوان txt هذه بيان ايفيدامون توا كان مش نعمل الال مش نلقاها في شيء كان مش نعمل كات عليها اني يعني حطيت فيها كان سالو دونك نورمال اني مش نلقى فيها كان سالو مي سيت فوا سي شوفوا شنو مش نكتب ايكو بونجور نفس الشيء افيك دو سوبيريور او ايغال ومش نعمل الريديريكسيون تاعي فير لو فيشي هلاو تكست دونك هذه شنو تعمل لنا بالضبط كما قلت لكم ال va pas écraser le fichier existant déjà si le fichier n'existe pas elle va le créer oui tout à fait محمد امين مش نلقاو سالو هلو اذا كان قلت اذا كان الفيشي n'existe pas elle va le créer اذا كان الفيشي existe elle va faire un append append ديما تحط في اخر الفيشي باش تمشي وعندنا في الفيشي هذه هلو تكست عندنا سالو دونك cette fois-ci مش تمشي تلصق بعد لينيا مش ديريكت بجنبها ليني جديدة مش تحط فيها الكونتوني جديد رجع تو كان نحطو كات هلو بوان تكست باش تلقى سالي بونجور متفاهمين هادو هما لي ريديريكسيون اللي حشتنا بيها عندنا هادي عندنا هادي ريديريكسيون ايل فا اكرازي Les deux, de toute façon, ont un point commun. Et si un fichier n'existe pas, il va le créer. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment faire attention qu'il y ait un Généralement, les redirections, ça a une ligne de fichier de configuration. Par exemple, les deux hosts. Et si on met ça, le contenu de l'école. Donc, c'est mieux, c'est mieux. C'est recommandé aussi d'utiliser toujours double redirection. Et quand même, même quand cette ligne ou qu'on duplique, moi je me suis dit grave, bah, moi je kiffe ma face le contenu quand même. Ok. Bon, n'ai-je pas un taki ou haja autre? Enfin, haja c'est ce qu'on appelle les cron. Alors, quand des fois, haja n'a pas des tâches, il s'irou tous les jours, في وقت معين. بار اكزومبل ما نعرفش بوتيتر كل نهار ا مينوي تحب تعمل باك اب للباز دوني نتاعك بوتيتر كل نهار الخمسة ونص نتاع العشية تحب مانيش عارف اني تصنع في شيء معين بوتيتر كل فان دو موا تحب تعمل روبوت للماشين نتاعك رحاب والله ما فهمت شنو تقصد في شيء لوغ
Bon, نرجع للسوجي نتاعنا. دونك فما دي تاش كي فون تيتر ريبيتيتيف، مي مش انت مش تقعد كل نهار معناها في الوقت هذاك المعين بالضبط بالضبط، مش تخدم الكوموند هذيك ولا مش تخدم التاش هذيك. نجم تعمل كل شيء دي تاش بلانيفي اللي هما دي كرون تاب. الكرون تاب هذا فيه فورما بيان سبيسيفيك لازمك ترسبكتيه. ديجا همش نوريكم تصويره جوست باش تاخذوا السينوبسيس شنو مش نقراو ان شاء الله دوما. كرون تاب على كرون تاب تطلع لنا لي زيماج. اوكي دونك هذه هي الفورما نتاعها. عندنا 5 اتوال، مي ينجمو يكونوا زاد مش دي زيتوال، ينجمو يكونوا دي فاريابل. مي لو بلوز امبورطون لازم نفهمو السينيفيكاسيون تاع كل اتوال. اول اتوال هذه نقصدو به لي مينوت. نجم تقول له اني اخزر في المينوت نميرو 0 ولا في المينوت 59. كي تحط اتوال هذه تو لي مينوت اللي من بعدها هذه بوغ لي زور. اذا كان تحط 0 معناها مينوي 23 نقصدو به الحلش نتاع الليل. هذه يا سيدك قالك داي اوف ذا مانث ما بين لو 1 و لو 31، سي كلير نت، هذه ما فيهاش من عندي منفصل. باغي لهذه انا شهر بالضبط، وهذه يا سيدك اخر واحده داي اوف ذا ويك. داي اوف ذا ويك يقول لك ما بين 0 و 7، ساشون كو 0 و 7 لي دو هما سامدي ديمونش. دونك اذا كان مش تحط 0 تقصد بها ديمونش، اذا كان مش تحط 1 مش تقصد بها لاندي، اي انسي دو سويت. اوكي دونك هذوما كيبداو بكلهم دي زيتوال، وعندك لهنا كوموند ولا سكريبت ولا بو نابورت التاش تحب تخدمها. هذه كان قلتلو يا لو سيستم ديكسبلوتاسيون تاعي بربي اعمل لي ليكزيكيسيون تاع السكريبت هذا شاك مينوت شاك اور شاك جور شاك موا شاك اني، معناها هذا كل دقيقه مش تصير له اكزيكيسيون. باغ كونتر سيبوزون لو كان لهنا جيت حطيت له 5 وخليت هذوما لي زيتوال الكل، معناها مش هو اللي يجي يقول لك في كل 5 مينوت باش يجي يعمل لك اكزيكيسيون تاعها. كل 5 مينوت كل ساعه كل نهار كل شهر من العام الكل، اي انسي دو سويت. فما با مال دو بوسيبيليتي تنجم تخدمهم بالشيء هذا. دونك سيبوزون انتم تحبوا تخدموا جو دي نامبورت كوا بوتيتر مش تعمل باك اب نتاع الباز دوني نتاعك ا مينوي. دونك لهنا باش تخدم السكريبت اللي مش يخدم لي هذه الباك اب نتاعك، مش تحطو في شوما بيان ديفيني. هذوما سكريبت سكريبت باش ان شاء الله بارتير من السيونس الجايه نبداو ندخلو فيهم. دونك كيف ما قلنا تحب تحطو انت مينوي، دونك نحكيو لهنا على السوايع، تجي لهنا تحط له في هذه زيرو، تنجم تخليهم الاخرين كلهم دي زيتوال. دونك هو شنو مش يجي يعمل ديما ا مينوي نو، حتى في دقائق لازم تحطها زيرو. هذه انا قلت له ا مينوي 00 كل نهار من كل شهر من كل عام، عمل لي اكزيكيشن تاع السكريبت هذا. اوكي بون هذه جوست معناها غروسو مودو كيفاش تخدم. مي غدوه ان شاء الله تو نبداو نعملو دي مانيبيلاسيون ونحطو لي سكريبت نتاعنا ولا لي كوموند نتاعنا بور لانستون في دي كرون تاب، ونشوفوهم كيفاش تصير لهم ليكزيكسيون دو فاسون اوتوماتيك من غير انترفونسيون نتاعنا نحن. اوكي يا جماعه بون بور لانستون اون اي بون. جو نسي با اذا كان عندكم دي كيستيون قبل ما نكملو السيسيون نتاعنا. فازي دو ريان مريم. اوكي بون اذا كان ما فهمش دي كيستيون نقول لكم ادوما ان شاء الله غدوه زاد نفس الحكايه السيت نتاع الصباح. اوكي هاي يا جماعه نهاركم زين يا سيدي، باي باي.